الله معكم. الاعتراض رقم 176 يقول: ما الذي حدث لقايين؟ يقول المعترض أنه يوجد تناقض بين ما يرد في التكوين 4:11-12 وبين ما يرد في التكوين 4:16-17. نقوم في البداية بقراءة الآيات التي قام المعترض بتقديمها، فنقرأ في التكوين 4:11-17. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها؟ تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن، وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوكة، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. لقد فشل المعترض في القيام بقراءة أمينة للنص، إن الآيات التي تم سردها تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن قايين قد خرج من المنطقة وتغارب في أرض نود شرقي عدن، وكلمة نود تعني الغربة أو التيهان، وبالتالي فإن قايين على ما يبدو قد بقي تائها أو هاربا في تلك البقعة من العالم. إن الآيات تؤكد على هذه الحقيقة وهي متوافقة بشكل كامل. المجد لله. الله معكم.